تؤمرون امر؟ تريدون اروح انتخابات؟ تؤمرني امر احطك على راسي. انا مو ضد الانتخابات، بس قلنا لك يا فاشل يا كاظمي، قلنا لك انهي السلاح المنفلت. شلون راح ننتخب وسلاح على الروس؟ شلون؟ شلون؟ اردفت ايماني. شلون راح اصير انتخابات والسلاح نفسه منفلت؟ شلون؟ راح ترجع نفس القوانة، نفس الكتل. قالت هاي فلان كتلة جماعة بدر وجماعة العريض وجماعة طائرون وجماعة صافرون، نبقى نفس الوضعية. شنو اللي غيرنا؟ شنو اللي غير؟ بس المشكلة عوف السياسيين والأحزاب والميليشيات، السبب الشعب. وبعد ما أقولها آخ قلبي مر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن أزمة الكهرباء في العراق مع اقتراب الانتخابات، وهذه هي الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع في العراق. يشهد العراقيون منذ عام 2003 لغاية اليوم أزمة خانقة بالكهرباء، رغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء بحسب التصريحات الحكومية والتأكيدات كذلك. وسنتحدث بالأرقام بعد قليل كم أنفق العراق على قطاع الكهرباء دون أي نتيجة. تؤكد تقارير دولية أن موضوع حصول المواطن العراقي على 24 ساعة كهرباء في اليوم هو حلم بعيد المنال. لماذا وصل حال العراقيين إلى هذا المستوى أنهم اليوم يتمنون الحصول على 24 ساعة من الكهرباء في يوم واحد؟ لماذا أصبح المواطن العراقي يعاني وهو في بلد غني، في بلد نفطي، وبإمكان الحكومة إن كانت حكومة صادقة النوايا وإن كانت ترغب فعلا بتقديم خدمات للعراقيين أن توفر هذه الكهرباء وهي من أبسط مقومات الحياة؟ لماذا لا تقوم بتوفيرها في بلد لديها الموارد، لديها الإمكانيات، لديها القدرات البشرية والمادية، ومع هذا هذا الموضوع يؤرق المواطن العراقي وحقيقة يضايق ويفاقم من معاناة العراقيين في فصل الصيف وكذلك في فصل الشتاء أيضا، وعطل كثير من المصانع العراقية وتسبب بأزمات كبيرة حقيقة في العراق موضوع الكهرباء. هناك تقرير جديد من وكالة أسوشيتد بريس خرجت به تتحدث عن هذه الأزمة بأسبابها التي أدت إلى تفاقم مشكلة الكهرباء وغيابها عن المواطن العراقي، سنتحدث بالتفاصيل عنها. لكن نأتي إلى المستشار الاقتصادي لمصطفى الكاظمي مظهر محمد صالح، كشف عن الكلفة الحقيقية التي استهلكها قطاع الكهرباء في العراق. كم هي الكلفة المادية بحسب مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء؟ يقول بأن الطاقة الكهربائية استنزفت أكثر من 120 مليار دولار، مبينا أن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة بسبب سوء الإدارة والهدر. آخر رقم حكومي كان 81 مليار، اليوم مظهر محمد صالح يقول 120 مليار دولار. قد يكون هذا الرقم صحيح وقد يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير، لكن في النهاية هذا الرقم عملاق. لو تحدثنا قليلا مشاهدينا عن ما قدمته شركة سيمنز الألمانية في منطقة الشرق الأوسط من عملية إنشاء محطات كبرى لتوليد الطاقة الكهربائية، نرى أنموذجا في مصر على سبيل المثال ببناء أو إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، كل واحدة منها تكفي لتوليد الكهرباء وإيصالها ل 15 مليون منزل أو لمليون شخص خلينا نقول. طيب، كلفة هذه المحطة العملاقة بحسب سيمنز الألمانية وبحسب الصفقة المبرمة بينها وبين مصر 2 مليار دولار، يعني المجمل 6 مليار دولار على إنشاء محطة تكفي ل 45 مليون شخص أو مليون بيت. العراق أصلا إجمالي عدد سكانه أقل من هذا الرقم، ومع هذا ينفق 120 مليار دولار منذ 2003 لغاية اليوم. أين ذهبت هذه الأموال؟
عقدوا مؤتمر لاسترداد الأموال المهربة خارج العراق. من الذي تحدث عن هذه الأموال؟ لماذا لم يذكر أحد هذه الأموال التي سرقت من العراقيين دون أن يحصلوا منها على أي نتيجة؟ حتى لو كانت هذه الحكومات تدعي بأنها قدمت خدمات، لكن أرض الواقع ماذا تقول؟ تقول بأن هذا الرقم رقم مهول، بإمكانه أن يولد كهرباء وينشأ محطات لكثير من الدول المحيطة بالعراق وليس للعراق فقط. أين هذه الأموال؟ أين الكهرباء التي من المفترض أن يحصل عليها المواطن العراقي؟ طبعا وكالة أسوشيتد بريس قالت إن عقود الطاقة في العراق تعد أهم مصدر للفساد المتفشي في نظام المحاصصة الطائفية. سنتحدث طبعا بعد قليل بتفاصيل التقرير، لكن أيضا تقول الوكالة إن عقود الكهرباء الفاسدة تسببت بالأزمة التي يعاني منها العراق، لا سيما أنه يعد من الدول الرئيسة المنتجة للنفط، مضيفة أن النظام المحاصصة مكن الأحزاب السياسية من سحب أموال الدولة بذريعة العقود الهادفة لتحسين وضع الكهرباء. نقلت الوكالة أيضا عن مسؤولين حكوميين ومستثمرين أجانب أن الأحزاب تستخدم أسلوب الترهيب والرشاوة في وضع عمولات على العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية. هذا مقتضب عن تقرير أسوشيتد بريس، سنتحدث بعد قليل، فيه أرقام كثيرة، فيه نسب مئوية، فيه تصريحات حتى من مسؤولين رفضوا الكشف عن أسمائهم خوفا على وجودهم في العراق من خطر هذه الأحزاب المنتشرة. إذا مشاهدينا، اليوم الموضوع عن الكهرباء، نتساءل ونحن مقبلون على عام جديد، عام 2022، ويقبل المواطن العراقي على الترويج الانتخابي لهذه الأحزاب ويشاهد بعينه الوعود التي يطلقها هؤلاء المرشحون، ومع هذا لا توجد كهرباء. من ضمن المرشحين للانتخابات التيار الصدري بزعامة زعيم ميليشيا سرايا السلام مقتدى الصدر الذي يمتلك وزارة الكهرباء في الحكومة الأخيرة. ما الذي أنتجه أو أنتجته وزارة الكهرباء التابعة للصدر في هذه الحكومة من إنجازات معنية بقطاع الكهرباء بالنسبة للعراقيين؟ اليوم بعد أن تم إقالة وزير الكهرباء أو استقالة وزير الكهرباء في حكومة الكاظمي إثر هذه الضجة، هل حوسب على ما ارتكبه؟ هل شهدتم أنتم أي وزير للكهرباء منذ 2003 لغاية اليوم تمت محاسبته على ما ارتكبه من جرائم؟ هل سئل أحد من هؤلاء المسؤولين عن الأموال التي صرفت لوزارته في فترة حكمه؟ لماذا لم يشهد المواطن العراقي أي محاسبة لمسؤول فاسد وهم يريدون أن ينتخبهم العراقيون مرة أخرى ليستمروا في حكمهم؟ معنا اتصال. طيب، إذن مشاهدينا، بالنسبة لتقرير وكالة أسوشيتد بريس تقول، طبعا تقول أنه منذ عام 2003 ولغاية اليوم واجه العراق هذه المعادلة الرهيبة، وهي يجب أن يكون العراق قادر على إنتاج أكثر من 30,000 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يكفي لتلبية الطلب الحالي، لكن نصف ذلك هو فقط الذي يصل إلى المستهلكين. ماذا عن النصف الآخر؟ لا أحد يعلم. أبو سعد من أبو سعد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا قضية الكهرباء هو ملف شائك، يعني قضية مو جديدة. نعم. والآن الكهرباء جيدة لأنه لم يوجد عليها ثقل. الآن الكهرباء مستمرة ولا تنقطع أبدا خلال هذا الشهر لأنه شهر بارد جدا. أنت لكن عندك الكهرباء توصلك 24 ساعة؟ الآن حبيبي، الآن الكهرباء جدا جيدة لأنه لا يوجد تقل، ما نشعل بها لا سبليت ولا نشعل سخان، الجو طبيعي. أنا ما لي علاقة بهذا الكلام أبو سعد، عندي سؤال لحضرتك، هل الكهرباء تأتي إلى بيتك 24 ساعة على مدار الشهر على مدار السنة؟ لا عزيزي، إذا أقول لك الآن شعليه بالآن يا أخي، أنا دا أسأل حضرتك، هل الكهرباء تجيك 24 ساعة بالشهر وخلال السنة؟ هذا سؤالي. لا طبعا الكهرباء رديئة جدا وحتى ضعيفة. نعم. لكن أنا أريد اليوم يعني المداخلة صغيرة إذا تسمح لي. تفضل. قضية تشرين والقنوات اللي صدعت رؤوسنا تشرين وانتفاضة تشرين والشهداء الأبرياء اللي انقتلوا نعم وراحوا
والجرح اللي خسرت آلاف أو أكثر. أي. الآن التسعين الآن طلع صور ما فهمت ما فهمت سيد ابو سعد، لو سمحت اعد الكلام. بالنسبه لتشرين ايش بيها؟ اقول القنوات اللي كانت كلها عن تشرين، القنوات الاعلاميه مثل الشرقيه والشرقيه. طيب الان تبدا تشرين وتطلع صور المرشحين اللي نفسهم يحكمون البلد صار لهم 17 سنه، اين الفاسدون؟ أين الذين سرقوا أموال العراق؟ أين الذين لعبوا بممتلكات العراق؟ لماذا هذا التزيف والكذب والخداع على الناس الأبرياء؟ الشهداء ذهبت والأرامل الآن تملأ العراق ويخرجون نفس صور للذين حكموا العراق خلال هذه الحزمة. طيب سيد أبو سعد أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. كان سؤالي عن الكهرباء بالنسبة للسيد أبو سعد، هو أجاب بأنه حاليا في الوقت الحالي الذي يتحدث فيه يرى بأنه الكهرباء جاءت له بشكل جيد بالنسبة للوضع في العراق اليوم، وممكن أنه الضغط على الاستهلاك قليل وبالتالي تصل الكهرباء اليوم. لكن أنا عندما سألت عن المعدل العام خلال السنة قال بأنها رديئة جدا ضعيفة جدا، وهذا هو واقع الحال. قد تأتي الكهرباء نعم في بعض المناطق في بغداد أو في محافظة أخرى بشكل ربما قد يراه المواطن المحروم بأنه معدل جيد أو حالة مستقرة للكهرباء عندما تصل إلى ربما إذا وصلت إلى 4 أو 6 ساعات في اليوم بشكل متواصل، لكن بقية اليوم تكون مفقودة. في المجمل المواطن العراقي يعاني، لا كهرباء في العراق بغض النظر إن جاءت بحالة استثنائية مثل السيد أبو سعد أو غيره، لكن في المجمل لا توجد كهرباء في العراق، وهذا باعتراف الحكومة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل أين ذهبت هذه الأموال التي خصصت لقطاع الكهرباء وهي تقدر ب 120 مليار دولار بحسب مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء. معنا اتصال السيد منير من كركوك، تفضل. مساء الخير استاذ. مساء النور، حياك الله. تحية طيبة إليك وللمستمعين الكرام ولكادر البرنامج. حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع الكهرباء بالعراق. احنا إذا نرجع لورا مثلا بعد تغيير يعني حكم بالباقون النظام السابق ونظام جديد مبني على عملية سياسية تقودها أحزاب اللي هي ذا تحكم. موضوع الكهرباء، موضوع البطاقة التمويلية مشابه للآخر، يعني كأنهم هم خوان. موضوع الكهرباء، موضوع الكهرباء بالعراق مشكلة كهرباء، هو عبارة عن مشروع تستفاد من عند الأحزاب. يعني سرقة ونهب أموال الشعب اللي حذروا من ناس معارضين سابقين، حذروا من هاي العملية السياسية الفاشلة وقالوا بأنه هي عملية مو عملية سياسية، هي عملية نهب ثروات وأموال الشعب. وها هي التأشير قد لاحت بالأفق، وفي 19 سنة كهرباء مستشارين ووزراء وحدات سياسية وسياسيين محنكين حلو الكهرباء. هو شنو موضوع الكهرباء؟ عندك فلوس، عندك نفط، اشتري غاز. زين ايران ليش بين فتره فتره تقطع الغاز مع العلم هي تاخذ كل المستحقات والسياسي بهم؟ هل المشكله من ايران ام من الذين يحكمون في العراق اليوم؟ يعني مثلا عندك مثال، عندك وائل عبد اللطيف قاضي سابق وهو ايضا قريب من العمليه السياسيه في العراق، خرج بتصريح على احدى القنوات الفضائيه. شو يقول؟ يقول شركه سيمنز الالمانيه قدمت مقترح الى العراق بتوفير 1200 ميجا وات عن طريق اعاده هيكله مشاريع موجوده، محطات موجوده، اعاده تهيئتها بكلفه 200 مليون دولار وتدفع اقساط. يعني قالت للحكومه العراقيه حنسوي لكم اعاده تهيئه وتنطونا 200 مليون اقساط ونولد لكم 1200 ميجا وات. تركوا هذا العرض من شركه رصينه مثل سيمنز وراحوا تعاقدوا ويا ايران بمبلغ 900 مليون دولار لتوليد نفس الكميه من الكهرباء،
وكأنه هم متقصدين أنه يروحون يشمرون الفلوس العراقية أو ما يملكه العراق من عملة صعبة إلى إيران لدعم الاقتصاد الإيراني بهذه الطريقة. شنو تفسير هذه الحالة؟ تفسير هاي الحالة، الطفل اللي عمره 10 سنوات يعرف شنو موضوع الكهرباء بالعراق. موضوع الكهرباء هو عملية سرقة منهجة لأموال وثروات البلد. لأموال الشعب العراقي وثروات البلد تبديدها حتى تستفاد منها إيران. إيران اللي هي المحتل الأول بالعراق، هذا أولا. ثانيا موضوع الكهرباء قلت لك وأكدت لك بأنه هو مشروع تستفاد من عند الأحزاب، تسرق تسرق أموال الشعب. وإلا موضوع راح نتطرق له هسه، موضوع تفجير الأبراج نقل الطاقة. يعني أكو مكانات ما بيها داعش تفجرت، منو فجرها؟ منو فجرها؟ تطلع لي واحد يقول لي أنا أقاضيك، أنت متسوس، أنت يابا مو أنا ابن البلد ما لي حق أحكي. يابا مو أنا اللي جاي أعاني من الكهرباء، مو البرلماني، مو سليم الجمهوري، ولا ولا الكاظمي، عندهم مولدات تشتغل ضد كنترول، مو أنا اللي تدفع عليه الكهرباء. زين هاي واحد. فبالنسبة لموضوع الكهرباء، أكثر الشعب العراقي يعرف بأنه موضوع الكهرباء هو عملية سرقة ممنهجة مدروسة قبل كم سنة، ومدعومة من قبل المحتل الأول والمحتل الثاني، مدعومة من قبل الأمريكان. هذا شيء مدروس، هذا شيء قبل إسقاط صدام مدروس، مدروس. موضوع ملفات كانت تعرفها المخابرات العراقية، كانوا يدرسون عليها بالتسعينات، بال95 بال96. هذا اللي حاجيك شخص، يعني ما أريد أقول لك أنا شنو كنت ومن واني. هسه انا رجال كاتب، بس انا قريب على الشأن السياسي، اتعاطى ويا كل الشؤون بالعراق، الشأن الاجتماعي، الشأن السياسي. اذا ترى سيد منير ان ما يحصل بقضيه الكهرباء هو مفتعل من قبل الاحزاب السياسيه لسرقه الاموال المخصصه لقطاع الكهرباء ودون تقديم اي خدمات للمواطن العراقي. بس اسمح لي، ما لا أنا بس 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 نعم، يعني انا وصلتني فكره حضرتك، بس أريد بس التأكيد على هذا الكلام لأنه عندنا متصلين ينتظرون. بالنسبة لحديثك أنت تتهم الأحزاب السياسية وتقول بأنها هي التي تقف خلف سرقة المال العام والأموال المخصصة للكهرباء ومتعمدة بعدم تقديم خدمات للمواطن العراقي، هذا الكلام صحيح؟ بس 5 ثواني. نعم صحيح، 5 ثواني. الطيني فضل. موضوع الكهرباء موضوع مهم بالنسبة لهم، يفيدهم، يسرقون به، موضوع ما يتخلون عنه ولا تتحسن الكهرباء، مستحيل. طيب شكرا جزيلا لك يا سيد منير من كركوك. عندنا سيد زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام محمد، شلونك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. موضوع الكهرباء محمد. أي نعم محمد، الكهرباء ما تتحسن، ما تصلح الغاز يصب بمصلحة إيران. الكهرباء ما تتحسن ابدا نهائي. نعم. ايران شركات رصينه تشتغل بالعراق، ايران تتحطم مصالحها، فالاحزاب الحاكمه ما ترضى بهذه الايران. يا استاذ محمد. نعم. احنا نتذكر بال90 لما صارت الحرب تهجمنا على المحطات مال الكهرباء، قعدناها 6 اشهر. طيب. 6 اشهر عدنا الكهرباء، والاخ ابو سعد يقول الكهرباء هسه زينه، يعني هسه الكهرباء شنو من ضغط؟ هو مجرد اناره بس الاناره ما عليها ضغط، هسه الكهرباء تحسنت. نعم. سيد جاسم من سيد العفو زيد من تسمع انه الحكومه صرفت 120 مليار دولار على قطاع الكهرباء وماكو كهرباء، شنو شعورك ورد فعلك انت المواطن العراقي لما تسمع هذه الأرقام اللي المفروض تنشئ 60 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وهي محطات عملاقة، ما تكفي بس العراق، تكفي العراق و10 دول وياه. لما تسمع هذه الأرقام شنو يكون رد فعلك؟ والله يكون رد فعلي يعني شيك أستاذ محمد، أعرف هاي سرقة ضد الشعب العراقي، بس لا علاقة. أنت خذ ضربت مثال 3 محطات ب6 مليارات بمصر، ب 45 مليون. نعم. واحنا كلنا 40 مليون، يعني 6 محطات ب 5 مليارات، تقول
احنا نعم الرابط كلش كافية علينا، ليش ما يستدعون على الشركة؟ فلان تجيب السيسان كهرباء فما تجيب السيسان كهرباء. مقتدى الصدر شو مو وزير وزير الكهرباء من حزبه ما يقدر موصل عند السقف قوصة ومو هو قصة قصة ما يدز لك قصة مشارك بالسرقات. سيد زيد انا اشكر حضرتك من بغداد ويانا جاسم من الكويت، تفضل يا جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك والكادر، حبيت اتطرق على هذا الموضوع مال الكهرباء وهو الشان الاساسي بالبلد هي الكهرباء. طيب. اللي دمرتها احزاب السلطه من لا. زمن شوف من زمن 2003 لحد 2018 العراق مستلم تريليون و800 مليار. طيب تمام. المحطه الوحده اللي عرضتها شركه سيمز هي كل محطه داخل كل محافظه تنشا ب 200 مليون دولار. طيب تمام. من زمان الحكومات السابقه المالكي والجعفري وحيدر العبادي وحتى الكاظم لحد الان ما خصصوا 200 مليون دولار حتى يسووا لهم ست محطات بعد. هسه احنا بالكويت عندنا محطه الزويديه. اي انشأت محطة الزبيدية قبل من عهد صدام. طيب زين قبل فترة صارت عندنا مشكلة بها قالوا ما بيها غاز وما اعرف شنو محاولين الكهرباء مال المحافظات الجنوبية ومحاوليها البسماية. رحنا واحتجينا ووقفت العالم وطلعت الشيوخ العشاير ماكو نتيجة. يطلع لنا ضابط يقول ها والله انا ما ادري انا عد هنا شلون انفذ الاوامر يا بالكهرباء ماكو العالم عندها زرع وظلمة. يقول له والله مشكلتك مو يمي، روح رئاسة الوزراء. خاطب رئيس الوزراء يقول لك حلينا المشكلة. من زمن العبادي والمالكي يقول لك حلينا. زين هم إذا هو رئيس دولة ما يدري هي محلولة لو لا. زين هسه جينا نطلع على ما يجوكم المرشحين الأفاضل على المحافظة قاموا يوعدوكم بالكهرباء؟ ما يجوكم ضمن شعاراتهم وإعلاناتهم؟ هم اصلا شاردين. عندك محمد جميل ما يحط افر شارد بالحي تحمي العشيره مالته وما يدخل المحافظه. كاظم الصياد طافر ببغداد. عباس ياضر شارد. عباس ياضر رحنا للبيت سحب علينا 60 ملاي وشبعنا طلقات. وين الحكومه وين القانون؟ زين تعال يا تعالوا وقعوا كهرباء ماكو بالمحافظه، احنا صعدناكم حتى صيرون زين لنا مو شين. أي. يقول لك والله كرأسة وزراء وانا يتحكم بها رئيس كتلة. زين هذا رئيس كتلة لمن تابع؟ تابع الأحزاب، تابع الدول. تطلع يكتلوك تسكت ياكلوك. احنا وصلنا لهذا المستوى من بسبب سكوتنا. الشعب ساكت على الأحزاب هاي جايبوك. انت تدري اليوم بكربلة الساعة الستة عالقة بين الحشد والجيش. شوف الفيديوهات في العالم. يعني واحد من يحكي يقولون ها هذا مدفوع تسكت ياكلوك. يعني بهيج حاله يعني لازم على المواطن العراقي يعني لازم على المواطن انه ما يكون عنده كهرباء ولا ماء صالح للشرب ولا نظام صحي ولا امن وما يحكي هو. يعني حتى العبد وصلت مرحله في زمن العبوديه انه انتفض رفض اللي كان يصير له. يريدون العراقي يوصل الى مرحله يظل بها ساكت الى مرحله بعد 18 سنه من انعدام الحياة بكل جوانبها ومفاصلها ويظل ساكت. هم هسه اصلا ليش سووا العراق عايش؟ والله العظيم عايش بس جسد. جسدهم شي بالشارع. يمكن اكو ناس عندها رواتب معيشة امورها عبالك الشرطة والجندي والقطاع الخاص والقطاع العام عبالك عايش بحياة وردية؟ بالقرآن من ذلة إلى ذلة وبعد سنتين ما أضمن لك العراق يبقى على الوضعية هاي يمكن إلى الأسوأ. لأن ما شاء الله الأحزاب كل من هاي مالتي وهاي مالتك تطلع حنان الفتلة وتقول والله قسمنا الكيكة وش يصير خلي يصير. أي. يعني كمية الاستهزاء بالشعب العراقي ما راح ترجع إذا ما نوقف وقفة الدولة الظلام ونعلقهم بساحة التحرير. تقبل عباس أبو فاضل بعد ألف سنة العراق من أسوأ إلى أسوأ. شكرا يا جاسم، كنت معنا من مدينة الكوت مركز محافظة واسطة. أنا أشكرك. ويانا السيد جاسم من النجف، تفضل يا جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي حديثكم اللي سمعته كلهم في موضوع الكهرباء
احد السياسيين الكبار يقول مثلا ما البلد وصلت لي الطرقات نفذت والكهرباء. بس علي صوت، علي صوتك، علي صوتك لو سمحت، ما دا اسمع. احد السياسيين الكبار زعماء الاحزاب يقول اذا الكهرباء الطريق وصل للقرى والارياف والمدن الكبيره والصغيره والصغيره والكهرباء يقول اذا تقدم. هاي واحد. اثنين، اما الحديث اللي سمعته على موضوع الكهرباء وبالتاسع وكذا والاخير، الحديث ما حماتي اسم كله عباره عن اشترار. ليش؟ لان احنا من سنه 2003 الى 2021 18 سنه صار. اسالك بس سؤال، اي نائب او اي واحد مسؤول حكومي في مجلس الكهرباء او الوضع بشكل خاص او الاحزاب السياسيه تطرق الى موضوع تطوير الكهرباء وسبب هاي الازمات الناس اللي تعيش فيها من وراء الكهرباء؟ خليني اقول لك وش النقطه الوحده الاساسيه نختم الموضوع. البلد هاي القضايا اللي تشوفها انت ما هي الا عباره عن سياسه مرسومه من قبل صهيونيه امبرياليه هدفها تحطيم الاقتصاد البلدي. تفضل، الزراعه، الصناعه، التعليم، الخدمات، كلها هاي موجهه نحو الانحطاط. مسؤول من المجالس المحافظه يقول لك ويا الزراعه بالشذب والفلاحين بحاجه الى دعم الى كذا، يقول لك الاستيراد احسن وارخص. حبيبي هيك مسؤولين لا تتوقع انه تجي خير. البلد اذا مو الجسم اذا ما يحكي بكره ما يبرى. يعني هذا الكلام، هذا الكلام يا سيد جاسم من اسمعه من حضرتك ومن غيرك هو ايضا رساله الى الناس اللي لا يزالون يتاملون خيرا في بعض الشخصيات اللي مرشح نفسها للانتخابات. هل هؤلاء اللي صار لهم يحكمون سنين واللي ما قدموا شيء من أي جوانب الحياة الموجودة في العراق، خاصة اليوم احنا نتكلم بالخصوص عن الكهرباء، هل هؤلاء يستحقون الاستمرار في المنصب؟ هل يستحقون الاستمرار في حكم العراق؟ هل يستحقون المشاركة في الانتخابات حتى أصوت لهم؟ كل أقول لك أجابك على سؤالك. حاليا اللي راح يجي راح يقول لي انه حاليا اكو مثل يقول لبس جلد الشاك وهو ذي، فانت ذولا تغيره من شكل الى اخر. فصدق واثق العراق اذا ما ينهض شعبه نهضه قويه جديه حديه. لا تصدق هاي النماذج الحزبيه والاحزاب اللي تشوفها حزب لا حزب، بس هذه كلها عباره عن مصالح وتاخذ رواتب الاستخبارات الغربيه اللي هي مسيطره على مملكتنا. شكرا. شكرا جزيلا جاسم من النجف. السيدة أم أمير من بغداد، تفضلي يا أم أمير. السلام عليكم عيني أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم أمير قبل فترة هم خابرتكم على مظلومية أخوي مرتضى حميد لقلاق. نعم. بتهمة المادة 442 تم القبض على شقيقي بتاريخ 15/4/2017 طيب. بالإكراه والتعذيب، تعرفون هم منكم شون واحد ما يرحمون بي بالتحقيق، يعني يخلونه مجنز جنازة. ولكون المشتكي يعني اللي اشتكى على أخوي أحد التجار وعنده نفوذ وعلاقة بالقائم بالتحقيق، تم الاعتراف من قبل شقيقي بحادث التسليب. يعني من عذبوه قالوا له لازم يتوقع على هاي الورقة. طيب. حكمت المحكمة مالت الرصاصة بتاريخ 7/8/2017 حكم على شقيقي لمدة 20 سنة وهو ما يدري شو مسوي. طيب. بتاريخ 29/5/2018 تم القبض على العصابة الأصلية. أنا جاي أقرأ لك كتاب محكمة يعني. أي تمام. تم القبض على العصابة الأصلية القامت بالتسليب، يعني أخوي مو ياهم، اعترفوا هو مو ياهم. كمشوا العصابة، كمشاهم واعترفوا بالجريمة والحادث ودونوا أقوالهم وقضائيا والكشف والدلالة. أي. وأخوي صار له 6 سنين يعني ما يطلعونه. ليش؟ لأن لا عندنا واسطة بس الله سبحانه وتعالى. أنا أريد من صوتكم، يعني من صوتكم إن شاء الله بلكت الله واحد يسمعني مسؤول إن شاء الله. بلكت ولو هم كلهم نايمين. أي. بلكت الكاظمي يسمعني، يعني شنو ذنبه مظلوم يبكي
حتى تعذيب، حتى مي ما جاي يطوهم من الصبح لليل بطل مي. سيد أمير، لما وصل للقاضي وحكم على العصابة، نعم، وحكم على العصابة الأصلية اللي ارتكبت هذا الفعل، نعم، ما نظر بقضية أخوك محاميكم إذا موكلين محامي، ما أعاد المطالبة بإعادة المحاكمة بناء على الأحداث الجديدة؟ لا، ما سوى هسه، هم حتى القضية مالته حتى وصلت هسه جاي احنا نراجع بها، وطينا فلوس، حتى القضاة كلها عباك مدفوعة إلا بفلوس، واحنا حالتنا يعني ما تساعد، لو عندنا فلوس يعني حتى كان طلعنا. بس هم هسه يعني من القاضي حكمهم ما قال يعني دول القديمين اللي بقوا، وهم ثلاثة بقوا، يعني ليش ما أطلعهم؟ يعني شنو ذنبهم؟ صار لهم 6 سنين بالتعذيب والإكراه وظلم وذل مذلة، يعني كل أنواع الظلم والتعذيب هم جاي يتحملونه. حتى سيدة، قدمنا طلب للسيد رئيس محكمة التمييز، هم قدمنا طلب. أي سيدة أم أمير، أتمنى صوتك يوصل، وأتمنى هذه المناشدة تصل إلى من يسمع، إلى من يهمه الأمر. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا السيد علاء من البصرة، تفضل يا علاء. السلام عليكم، تحية لك وللكادر، ربي يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله أخي. الأخ قلنا ما حد يسمعك لأن إحنا ما عندنا دولة. إذا هو رئيس القضاء هو دعوتي. ومحترماتي للقضاة الشماح الشريف، بس لكن من محد البعادي وغيره اللي دمر القضاة ودمر سمعة القضاة. هذا نواب متظاهر بالبضع، حكموا 10 سنوات، خابروا المركز حكموا 10 سنوات، قضيتين هو أصلا موجود وقضية عن قضية تختلف أيام، وحكموا 10 سنوات وراح الناس أبرياء في السجون يعني، من خلال التعذيب. وبالنسبة للأخ بالكود يقول الشعب ليس ساكت، الشعب ما ساكت، بس ما كل بديل، احنا من ظلم الى ظلم. يعني شلون ما كل بديل؟ ماذا هاي ما فهمتها. البديل ان يجيك واحد شريف، ماكو شريف. ليش ماكو شريف؟ خلاص العراق ما بي شرفاء؟ لا، العراق مع احترامات العراق والشعب العراقي، انا احكي على ذول الطبقه الفاسده اللي جت على ظهر الدبابه. طبعا هو كان كلام السيد جاسم من الكوت انه ذولا ما منهم فائده، لكن العراق لا لا تعب روحك، دول مرتزقه عملاء خونه، نعم، لا عدم غيره. لكن هل تعتقد دينهم الدولار؟ نعم. هل تعتقد ان هناك بديل؟ نعم. سيد نعم. احمد سيد العفو علاء، هل تعتقد ان العراق بي بديل؟ العراق بلد ولاد للكفاءات الوطنيين لو ما بي؟ العراق بي بديل، بس هم ما يسمحون للبديل ان ياخذ مناصب. نعم. بصراحه اقول لك، نعم. يا ما يريدون انسان غريب. انا طلعت خارج العراق، لقيت اطباء ولقيت كل شيء، مهندسين ولقيت كل شيء، نعم، من العراقيين، نعم، عندهم يعني واصلين الى مرحله في باقي الدول، بس لكن بالعراق الانسان الشريف ما يمكن محافظ. اذا الشريف الوطني لا مكان له في هذه العمليه السياسيه في العراق، لان هم ما يسمحوا له. ما يسمحوا له لان هم هذول مو شرفاء بصراحه، عذرنا لهذا الكلام. الانسان الشريف ما يسمحوا له. وبالنسبه للكهرباء، الكهرباء مصدر الحل بالعراق، الكهرباء مصدر الحل بالعراق، يروحون يستوردون، عمار وقع عقد مع ايران يستوردون الغاز ويقولهم جماعتنا النفط، يعني نعطيهم ثلج يبيعون علينا ماء بارد. فالكهرباء بها ناس مستفاده، وبها احزاب وعماين فاسده مستفاده من قضيه الكهرباء، فقضيه الكهرباء ما لها حل. حتى باقي الدول، مصر كانت تتعامل من الكهرباء، راح طلعت لها بئر غاز وجابت شركه المانيه ووفرت لها، بس لكن بالعراق لا من صحه ولا من كهرباء ولا من رعايه ولا من السكن ولا من اي شيء. فخليها على الله وسامحنا على طال، ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد علاء من البصره، كلام مهم جدا. الشريف والوطني مثل ما يقول السيد علاء لا مكان له ضمن هذه الحكومات، لا الحكومة القادمة إذا تشكلت حكومة في ظل انتخابات فاسدة، ولا في الحكومات السابقة تواجد الشريف والوطني. فكل واحد هسه حاليا دي يروج نفسه أنه هو الشريف والوطني والباقي كلهم فاسدين، هو أيضا بوجهة نظر الشعب هو أيضا فاسد، لأنه لو كان الشريف فعلا وطني لما سمح له أن يبقى في العراق أولا، ثم لما سمح له أن يمارس عمل سياسي ضمن هذه الأحزاب والحكومات. الشريف منفي،
ملاحق مطارد، يعني تكال له التهم القضايا الباطلة وتسقيط مستمر، ويصلون إلى مرحلة بعد العجز عن الطرق الشفهية خلينا نقول، يبدأون بالعمل عن طريق ميليشياتهم باغتيال وتصفية. هذا هو النظام حكم أحزاب السلطة منذ 2003 لغاية اليوم كما يقول علاء من البصرة. عندنا أحمد من الفلوجة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي صحتك. حياك الله، أهلا وسهلا. حبيبي احنا فلح بالسردار. شلون؟ فلح بالسردار. فلح؟ مزارعين حياك الله. عندنا عقود زراعية. نعم. العقود قبل كانت مطلوبة لأن عفونا. إي. عفينا من الرسومات. هسه طلعونا كل فلاح يدفع 300,000 دينار ولا شنو، طلع لك إجازة مال التوازيات مال آبار التوازي. شنو معناه هذا؟ ما نعرف. يعني هل نقول 1000 فلاح على 300 ضرب المهم تروح ما عاد يجمعون منكم فلوس؟ ياخذون مدى فلوس 300,000 دينار، كل فلاح 300,000 دينار. قدموا لكم شيء بالمقابل بالفلوس هاي؟ ما ينظرون كل شيء مكانه، لا يحفرون النبيل لا كل شيء، والله هاي انتكم جازة ما نسلمكم لا حنطة ولا نسلمكم كيما ولا نسلمكم غاز ولا نسلم عندكم خطط حنطة إذا ما تسوون هاي، يعني جبر يعني ابتزاز، يا تدفع يا أما نحرمك من كل شيء. زين وضحكوا علينا قالوا الفلاح زودنا حنطة 50,000 دينار، والله كله كذب بكذب، فلا زودوا له درهم. بس أريد أفهم منك شغلة سيد أحمد، اللي أخذ منكم الفلوس منه بالضبط يا جهة؟ جهة الزراعة، أي دائرة الزراعة تأخذون بالأنبار. دائرة الزراعة في الأنبار التابعة طبعا لوزارة الزراعة المركزية في بغداد. اي نعم. إذن هي تعليمات مباشرة. 50,000 دينار كذب، والله ما واحد استلم 50,000 دينار، الحنطة 560,000 دينار انطونا، يعني صار 610، لأن بالإذاعات وسيد محمد الحلبوس انطاها ورئيس الجمعيات الفلاحين انطاها 50,000 دينار ولحد الآن ما صرفونا إياها. نعم. يصرفون على الدار القديم. نعم. ما نعرف شنو السبب هذا، يعني إذا اعتبرت تطلع وزودنا في 50,000 دينار كل فلاح كل طن 50,000 دينار، طلعت كل حشر. انتم كم واحد؟ آلاف الفلاح، كل الفلاح. آلاف. كل العراق، كل العراق انطوا مزيدة 50,000 دينار شالوها راحت. ويأخذون منكم كلكم على هذا المبلغ سواء أنتم في محافظة الأنبار أو في محافظات أخرى لو بس عليكم؟ كل محافظة حتى صراحة أني نأخذوا. نعم سيد أحمد، أنا أشكر حضرتك، وصلت رسالتك وصوتك إن شاء الله يكون قد وصل. ويانا أبو مصطفى من كربلاء، تفضل. السلام عليكم، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك خويا؟ حياك الله، أهلا وسهلا. بس أنا والله يعني أتعجب على هذا الولد قبل الفلوجة. أي. قبل أبو الفلوجة هذا الولد اللي قاعد يحكي على الحكومة. مو يحكي يعني أتعجب يحكون عن الحكومة ويحكون عن المراجع ويحكون يعني هو ما جاء لحظة قبل الجر الحكي الغير ما حد ولا جاب طاري مرجعية الرجل. ده يحكي على فلوس ده ياخذوها منهم دائرة الزراعة في المحافظة. ودي يقولون لهم حنسوي لكم خدمات وما دي يسوي لهم، لا جاب طاري مرجعية ولا حكي بشيء ثاني، لا تضيف من عندك لو سمحت. يعني حتى لو أنا أطبقهم أنا أحكي عليهم، حتى لو ما حكي يعني أنا أحكي عليهم. طيب. إحنا أستاذ محمد اسمعني تفضل. إحنا بلد محتل أو مو محتل؟ أنت شو تقول؟ محتل. تمام. ومن جاب هذولا اللي خلاهم علينا المحتل أو مو المحتل؟ أنت شو تقول؟ هم جابوهم كلهم طابعين. طيب. زين هذا الاحتلال من أجى ينهب خيرات البلد لو يرفع البلد لو يبني البلد. طيب. هذول خلاهم علينا وجوانا بصورة تشويه حتى سمعة الإسلام. نعم صحيح ولا لا؟ حتى الاسلام هسه احنا كرهنا حتى الاسلام من وراهم. ليش؟ من جابهم؟ جابهم الاحتلال. صحيح ولا لا؟
هذا الكلام هسه، هذا الكلام هسه اللي تحكيه على الحكومات الموجوده في بغداد والاحزاب. نعم نعم طيب، هذا وقتنا. نعم إيه؟ نعم. ربطه باللي قاله السيد احمد بن الفلوجه. شنو انت دا تقول احمد بن الفلوجه بديت كلامك، شنو الربط بالكلام؟ لا قبل على الحكومه ولا هاي، يعني احنا ما استعنا لحد الان، يعني هاي العالم تمت لان حكومتنا قراب الاحتلال. تمام صحيح. ابو وياك يعني جاب الاحتلال وخلاها الاحتلال، يعني احنا اذا انت بس حتى الناس تفهم، حتى الناس تفهم واني هم افهمك، انت تقول بين حديث الناس اللي يوجه لهاي الحكومه مستغرب، انت المفروض تقول يعني كلامك للناس انتم شلون تعترفون اصلا بهذه الحكومه؟ لا نعترف بهاي الحكومه، كلنا احنا بنعترف بهاي الحكومه. نعم نعم كلنا بنعترف بهاي الحكومه، يعني خلينا يصير عندنا وعي. تمام. طيب. انا اسات فهمك، اعتذر بالبدايه. العالم ما قاعد تعرف الاحتلال هذا شنو؟ نعم. كان قبل عندنا عشيره ترزي عشيره. كانت من ترزي شو تغني بيها؟ تنب خاطر كلها. فهذول جعبان نبوا العراق. سيد ابو مصطفى، سيد ابو مصطفى. هل يستحق اسالك بموضوع الكهرباء لو انت اصلا هذا الموضوع شايف انه يجب ازاحه هذا النظام من الاساس حتى بعدين نحكي بهذه القضايا؟ نعم الكهرباء، يعني عشان كهرباء. انت شو تقول يستحق الموضوع تناقشه لو انت مناقشتك او هدفك بالحديث هو اسقاط هذا النظام وازاحته؟ نعم اسقاط هذا النظام وازاحته فرد نوب من هو يكون احتلال. نعم الكهرباء، الكهرباء شغله سياسيه عمي. ذكرت طاري بالسوق العالمي كله، ذكرت طاري المرجعيه بالبدايه وانا يمكن اسات فهمك. أيه. اعتذر، شنو كان الهدف من الحديث؟ نعم نعم المرجعيه حاطه يدور الاحتلال. حاطه الاحتلال جابها. نعم. يعني لهم دور فيما يحدث للعراقيين اليوم؟ وزير الخارجيه الامريكي يقول هو السيستاني ساعدنا واحنا باحتلال العراق. نعم. ابراهيم اللي فتح الجهه قال احنا ساعدنا، لو ما السيستاني احنا وضعنا سلمي بالعراق. لا ليش ما تصير على الغرب كله؟ وين الدين؟ وين الاسلام؟ نعم. وين الانسانيه؟ ليش ما تصير على هذا كله؟ ليش؟ اي تمام. صحيح ولا لا؟ يعني انا لو اعرف الدين آية الله العظمى، لو اعرف الدين وانا قارئ القران، لعل هذا اللي بيصير بينا؟ بلدنا النهب، عربنا النهب، بلدنا الثلاج، كهرباء ما عندنا حل على الناس، زراعه صناعه، التعليم هذا التعليم هسه الجهل والمخدرات. يعني الصف الخامس، الصف شفنا الخامس والسادس هذول جهال كلهم راعوا راعوا، ماكو تعليم قبل بابا بطل. سيد ابو مصطفى، سيد ابو مصطفى وين ولايه المراجع؟ نعم وين امكانيات المراجع؟ وين قراءه المراجع؟ أنا أشكر حضرتك طبعاً أبو مصطفى من كربلاء. يوم الخميس إن شاء الله عقب باكر الحلقة ستكون في منبر رافدين مخصصة عن المخدرات في العراق والأحزاب الإسلامية اللي انتشرت في وقتها في زمنها المخدرات. طبعاً هذا الكلام مهم، أتمنى من حضرتك إذا تقدر تشارك وتبدي رأيك في هذا الموضوع. أعتذر طبعاً في البداية ما فهمت القصد من بداية الحديث مع الأخ أبو مصطفى، لكن وضح لي ووضح للناس انه شنو كان الهدف من الحديث. هو يرى بانه الكل متواطئ ويعتب على الناس اللي تناشد هذه الحكومه، تناشد الاحزاب، تناشد من يحكمون العراق. يقول بانه شلون تناشدون اذا هاي الحكومه جابها المحتل، اصلا حكومه غير معترف بها من ناحيه الشعب العراقي، وبالتالي يجب ان يكون هناك وعي اكثر انه هاي حكومات جاء بها المحتل، والمحتل لن يقدم ولم يقدم خيرا اصلا على مدى التاريخ للشعوب التي قام باحتلالها او للبلدان. فبالتالي من تعترفون وتناشدون انتم دا تنطون شرعيه لهذه المجموعات الفاسده القتله بالبقاء وتسموهم حكومه، هؤلاء لا يستحقون حتى هذا التوصيف، هؤلاء مجموعه جاء بهم المحتل لتدمير هذا البلد. وبالتالي هو وجهه نظر السيد ابو مصطفى من كربلاء انه هؤلاء من الخطا ان يتم توصيفهم بحكومه، هؤلاء ليسوا كذلك ويجب أن يرحلوا. وصلت وإياكم مشاهدينا بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.